هل يجوز شراء أضحية أو عقيقة من مال اليتيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك. كان المخاطب بالسؤال ده هو القيم صحيح. على أموال اليتيم، يعني في شخص أو ولد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه باليتم بفقد أبيه، ثم جاء آخر فصار قيما على هذا الولد أو وصي عليه أو وصيا عليه، فهل يمكن لهذا الوصي أو هذا القيم أن هو بقى القيم ده بيعمل إيه؟ القيم ده بيدير أعمال اليتيم لغاية ما اليتيم يبلغ ويرشد وتدفع إليه أمواله، فهل ممكن أن القيم ده أو الوصي ده يجي العيد فيقول الله طب ما نعمل أضحية وياخد اليتيم ده الثواب بتاعها؟ طيب ده أبوه مات قبل ما يعمل العقيقة بتاعته، ما تيجي نعمله العقيقة من فلوسه برضه؟ طبعا. لو الوصي ده هيعمل الحاجات دي من فلوس نفسه هو حر، لكن ده هيعملها منين؟ من الفلوس اللي هو بيديرها اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت اليتيم المسكين هذا. العلماء في كل واحدة من هذين الأمرين في خلاف بينهم، هل يمكن أن الوصي يضحي من أموال اليتيم؟ جماهير العلماء على المنع من ذلك، أن يمتنع أنه يضحي، وبالأولى أنه يعمل عقيقة. ليه؟ قالوا لأن الأضحية دي وصفها إيه في الشرع، حكمها إيه؟ هي والعقيقة مندوبات، هو يجب أن أنت تضحي؟ لا يجب، ده أمر من الأمور المندوبة، يعني لو عملتها تثاب، ما عملتهاش ما تعاقبش، وكذلك العقيقة. فأنت مطلوب منك أيها الوصي أنك تدير هذه الأموال لحساب اليتيم بما ينميها ويكثرها، ولا تمد يدك على شيء منها إلا في أمر واجب، لكن في أمر مستحب ده اليتيم بقى يبقى يعمله لما يبلغ ويرشد وتدفع عليه أمواله ويتصرف زي ما هو عاوز في فلوسه. قبل كده الواجبات فقط هي التي لك أن تتصرف في المال في إزائها، أما المندوبات فليست مما ينمي مال اليتيم تنمية حسية مادية. أيوة. أيوة نميها عند الله ماشي في الثواب وكده، ومش من شأنك.